صباح سعيد، كنتمنى ان شاء الله الكل اوفياء، الاذاعه القريبه منكم دائما ما تغاديو عواشركم مبروكه، وان شاء الله كل عام وانتم بالف الف خير. كنتمنى ان شاء الله انه الاجواء ديال العيد كانت رفقه الاحباب وكل العائلات كيف ما تمنيتوا. اكيد اليوم ان شاء الله من خلال برنامج صحه وسلامه غادي يكون موعدنا مع الدكتور عبد الخالق الرمضاني اللي هو اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه. وطبعا موضوعنا اليوم غادي يكون على القهوه واتاي، بما انهم المرافق الاساسي لكل واحد فينا يوميا، فهذه فرصه باش غادي نتعرفوا اليوم على المكونات ديالهم وكيفاش تاثيرها كيكون على الجسم ديال الانسان. مرحبا بكل اتصالاتكم، بكل تساؤلاتكم. ارقامنا كالعاده غتكون راه الاشاره هي 0522 46 72 50 51 او 52. ما تنسوش بامكانكم كذلك تواصلوا معنا عن طريق رقم خاص برسائل الاس ام اس اللي هو 5080. كيكفي انكم تكتبوا كلمه صحه اس ا ش ا، كتخليوا فراغ صغير وكتبعثوا بسؤالكم للرقم 5080، وثم الاس ام اس هو 6 ديال الدرهم مع احتساب الرسوم. كنتمنوا ان شاء الله الحلقه ديالنا اليوم تبقوا متابعينا من الاول ديال الحلقه حتى النهايه ديالها، لانه فيها معلومات مهمه جدا وانا متاكده انها غتفيد الكثير منكم. غادي نبقاو لحظه مع اولى اختيارات الغنائيه نسمعوا ليها وراجعين مباشره، بقاو معنا. ورجعنا على ميد غاديو دائما الاذاعه القريبه منكم من جديد. كنرحبوا بكل اوفيائنا في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه. كيف ما شرنا في البدايه ديال الحلقه، اليوم موضوعنا غادي يكون على القهوه واتاي مع الدكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه. صباح الخير دكتور الرمضاني، اهلا وسهلا بك. نتمنى ان شاء الله اجواء العيد كانت مزيانه. صباح الخير، تحيه لك، تحيه للطاقم المجموع، تحيه لجميع المستمعات والمستمعين، ونتمنى ان شاء الله تكون العيد داز في ظروف جيده لجميع المستمعين والمستمعات كيف ما داز عندنا الحمد لله. مبارك مساعد. ايوا الحمد لله. اذا مرحبا باسئلتكم المستمعين الكرام اليوم اللي هي خاصه ومتعلقه ومرتبطه بموضوعنا اليوم 0522 46 72 50 51 او 52. ما تنساوش عن طريق رقم 5080 كتكتبوا في اول اس ام اس كلمه صحه، كتخلوا فراغ صغير وكتبعثوا بسؤالكم لهذا الرقم. في البدايه دكتور عبد الخالق الرمضاني، كنعرفوا انه القهوه واتاي هي مرافق اساسي لكل واحد فينا يوميا، فاللي ما كيشربش اتاي على الاقل كيشرب القهوه والعكس كذلك. فاليوم دكتور عبد الخالق الرمضاني، وخلينا نبداو باتاي هو الاول، علاش كيكون حاضر في المناسبه ديال عيد الاضحى بشكل كبير؟ فعند بزاف ديال الاسر المغربيه ما يمكنش نتكلموا على الشواء بدون ما كيكون اتاي كذلك حاضر. هذه المساله ولا هذه العاده كذلك دكتور عبد الخالق الرمضاني، كيفاش كتشوفها؟ هي ستان ديليم، يعني واحد النقاش اللي عنده جوج الحدود. هي ملي ذكرتي الشاي، فهو فعلا الشاي هو ربما وقيل المشروب او الاولى، اول مشروب اللي معروف عند العائلات المغربيه، وربما وقيل حتى في العالم راه يعني سفري كان حتى القهوه حتى هي مشروب اللي هو شعبي بواحد الشكل كثير، ولكن راه مازال الشاي هو مازال في المركز الاول في المغرب بطبيعه الحال. فكان رغم ان دابا كاين واحد الاقبال كبير اللي غادي كيتزايد على الشرب ديال القهوه، ولكن يبقى الشاي هو اول مشروب عند الانسان المغربي. نعم. المساله اللي خاصه في هذه المناسبه، فكنلاحظوا على ان الشرب ديال الشاي كيكون واحد الاقبال عليه بواحد الشكل كبير، خاصه على انه دخل ولا كتقليد، والتقليد بطبيعه الحال اللي هو راه عنده واحد 100 سنين ملي بدا الاستيراد ديال حبوب الشاي. فهاد التقليد ديال الاستهلاك ديالو مع بعض الاطباق معينه، خاصه مع الاطباق ديال اللي كنديروا اللي معروف عليها انها كنبداو بها العيد ديالنا، اللي هي الشاي اللي هي المجمر والفاخر ودوك اللحم مشويه او الكبده مشويه. وداك هذا المشروب هنا كاين اللي بطبيعه الحال عنده بعض الاحتياطات اللي ضروريه تكون، ولكن هذا ما كيمنعش على انه ملي كنشوفوا المكونات ديال الشاي، وهنا نهضروا بالمكونات ديال الشاي بشكل عام، عاد فاش نمشيو لهذه النقطه هذه الاساسيه اللي هي ديال هذا التخلاط ديالو مع هذه الاكله هذه. فاهم حاجه اللي كتثير انتباه فيما يخص المكونات ديالو هي واحد المواد اللي هما دي بوليفينول، كما كنعرفوا فكنلقاو فيه واحد الكميه كثيره من دي بوليفينول، سواء كاتيشين ولا يعني واحد الانواع ولا الفلافينول، واحد الانواع ديال دي بوليفينول اللي معروف عليهم على انهم مضادين للاكسده. هنا هذا المصطلح ديال مضاد للاكسده حنا كنعرفوها، لربما وقيله ولات كتلقاو
واحد الشعبيه شويه. علاش؟ لانها هي اللي كتيرنا، هي اللي كتخلي الذات ديالنا نعاونوها باش كتقاوم هاد العوامل ديال الاكسده، وحنا كنعرفوها غدا وكتزاد، وحتى اللي عندها علاقه مع المؤثرات الخارجيه وكذلك مع المؤثرات الداخليه. وربما واحد الدراسات كبيره كتذكروا ان لي بوليفينول كوساسوا لا كاتيشين ولا تيافلافين ولا الفلافينول، يعني جميع هاد لي بوليفينول اللي هما موجود كاينين في الشاي، فربما يعني القوه ديالهم كمضادين للاكسده كتفوت بعض الفيتامينات اللي معروف عليهم كنخدموهم كنهضروا عليهم كمضادين للاكسده، اللي منهم فيتامين سي، يعني هنا كتفوت ربما حتى الفيتامين سي، كتفوت حتى القدره ديال لا فيتامين او، وبالتالي فهو كيبقى عنده واحد البعد اللي هو وقائي، لدرجه ان الشاي ملي كنهضروا على الشاي كنهضروا عليه كاليمون ميديكام، بمعنى انه واحد المشروب، وفي نفس الوقت هي بطبيعه الحال هي واحد غداء من الاعشاب الطبيه. وحتى كنلقاوه مثلا من بين المنافع ديالو اللي هي كثيره، ربما قيل كنا تطرقنا لها في شي حلقه، هو انه نوعا ما في من المكونات اللي كتقدر تكون عندها واحد، يعني كتقدر تكون مهدئه. يكفي ان احنا نعرفوا كيفاش التحضير ديالو، ان التحضير ديالو بطبيعه الحال هو نساو نساو الطريقه ديال التشحر، ولو ان ملي داك التشحار وداك الشيء يعني كيقدر نستافدوا من مكونات اخرى، ولكن باش نستافدوا بزاف من هذه المواد هذه من الاحسن ان احنا خاصه ملي كنهضروا باش تكون كمهدئ، فمن الاحسن ان احنا نديروا انفيزيون، يعني كنديروا واحد شويه ديال اتاي كما كانوا كيعمروا واحد المناطق كبيره ديال المغرب، كيعمروا بالطريقه ديال انهم كيشدوا الشاي كيديروه في البراد وكيتسناو عليه وكيبقاو مجمعين عليه حتى كيعطي واحد 15 دقيقة. نعم، وكنسمع لك ذاك المصطلح ديال خلي اتاي يطلق. خلي اتاي يطلق لانه بطبيعه الحال من بين الحوايج اللي كيطلقوا حتى لا تيين اللي هي تقريبا لا كافيين، وربما قيل لما نهضروا على القهوه غنهضروا على الكافيين حيت ما عندهاش غير اضرار، بالعكس عندها كذلك منافع كثيره. واخا غنرجع لعندك مازال دكتور عبد الخالق رمضاني، واليوم موضوعنا غادي يكون على القهوه واتاي من خلال برنامج صحه وسلامه على ميد غاديو. دائما الاذاعه القريبه منكم، فاصل وراجعين، خليكم معنا على ميد غاديو الاذاعه القريبه منكم. دائما نحن مواصلين حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، موضوعنا اليوم فيها على القهوه واتاي مع الدكتور عبد الخالق رمضاني، اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه. غنرجع لك دكتور عبد الخالق رمضاني ونقول لكم المستمعين الكرام مرحبا بكل تساؤلاتكم، وارقامنا دائما راه الاشاره 0522 46 72 50 51 او 52، عن طريق رقم 50 80 كتكتبوا كلمه صحه وكتبعثوا بسؤالكم لهذا الرقم. دكتور عبد الخالق رمضاني، فيما يخص اتاي كنسمعوا كذلك على انواع ديال اتاي، كنسمعوا على الشاي الاخضر، على الشاي الاسود او داك اتاي الكحل، وكنسمعوا كذلك على الشاي الاحمر. الاختلاف ديال الانواع ديال اتاي واش كيخلي حتى المكونات ماشي بحال بحال؟ المعلومه اللي مهمه اللي نبغي مثلا باش ما يبقاش هذا الخلط هو انه جميع الانواع ديال الشاي، راه ربما كاين الشاي الاسود، كاين الشاي الاخضر اللي حنا كنستهلكوه، كاين الشاي الاحمر، كاين الشاي الابيض، يعني راه كاين واحد الانواع ديال اتاي هي راه هم كاملين جايين من نفس لا ميم بلون. اذا اصل واحد عندهم، اصل واحد اللي هي الكاميليا سينوزيس. يعني هذه معلومه، هذه الشجره ديال اتاي، هذه الشجره ديال اتاي هو التاي. من بعد منها اشنو كيبقى الطريقه ديال التحضير ديالو وبعض المراحل اللي كيدوز منها باش سواء كيكون عندنا شيء اخضر اللي هو كنستهلكوه، واولا شيء اسود اللي كيدور من المراحل اكثر، اولا الشيء ابيض اللي كيكون كذلك، يعني على اختلاف المراحل باش كنحضروا ولا باش كنوجدوا هذه، باش كننشفوا باش كنوجدوا هذيك الاكسترا هذيك العشبه باش كنوجدوها للكوميرس، هنا فين كيكون الاختلاف. وبطبيعه الحال الطريقه ديال التحضير ديالها كتخليها حتى كيكون حتى واحد شويه ديال الاختلاف فيما يخص بعض المكونات، بحال مثلا بطريقه مثلا من الشاي الاخضر كيكون معروف عليه لانه غني، ملي هضرنا على البوليفينولات قبيله، يعني كيكون غني بالماده ديال الكاتيشين، يعني وبالنسبه للشاي الاسود كيكون اكثريا بوليفينول اللي فيه كتكون فيه لا تيوفلافين، يعني على حسب هنايا اختلاف المكونات هي اللي كتكون. الشاي الاخضر
عنده واحد يعني واحد المكونات اللي كيحافظ عليها بواحد الشكل كبير مثلا التيوفيلين وربما وقيلا بالنسبه للاخوان الاطباء والصيدله فراه كيعرفوا هذه الماده هذه وكيعرفوا الاهميه ديالها على عند على الجهاز التنفسي. هادشي علاش خاصة الحساسية هادشي علاش كنلقاو مثلا الشاي يعني مزيان على انه يصاحب الناس في هاد في هاد الاتجاه كذلك عند الناس اللي عند كيعانيو من هاد المشكل هذا بطبيعة الحال على ان تكون حتى الاستهلاك ديالو بواحد الشكل اللي هو معقول اللي هو معقول. فيما يخص باش نختصروا على السيدات والسادة فاللي مهم في كما قلنا فراه هو عنده فعلا واحد العدد كبير ديال المنافع على الجهاز العصبي ديالنا كما ذكرنا على انه بطبيعه الحال مهدئ هذه اول حاجه حتى فاش كنكثروا منه بزاف عاد فاش كيقدر يولي وهي النقطه اللي غنتكلموا عليها علاقه اتاي بصداع الراس. الناس اللي كيقول لك ضرني راسي يعني ما شربتش اتاي اليوم فغادي نرجعوا للنقطه كذلك لان كنسمعوا عليها بزاف. غادي نمشيو نتواصلوا مع المستمعين الكرام وناخذوا فاطمه معنا على الخط من تمارا. اهلا بك فاطمه. اهلا اختي صباح الخير عسى مبروكه علينا وعليك ان شاء الله. فاطمه مرحبا بك. ربي يخليك اختي. شكرا. عندي واحد السؤال. عندي الولد باش يسمع تقريبا عنده 12 عام هذه وفيه كانوا فيه لي الزفت. نعم. ودابا لقيت عنده بان تقريبا بالحليب وضامون الى كلا الياغورت 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 الى غسل الفم ما غسلش فمه يعني كاين وضو له الزفت. دابا كنعطيه اتاي بغيت نشوف واش ما ياثرش عليه. واخا كياخذ اتاي بوحدو بوحدو ديما خص اتاي الا شرب الحليب غينوضو ليه الكلا. واخا واخا نجاوبوا على سؤالك ان شاء الله فاطمه. ناخذوا كذلك السؤال ديال ابراهيم معنا من طنطان. صباح الخير ابراهيم. صباح النور. مرحبا بك معنا. مبارك عواشركم علينا وعليك وعلى كل الناس ديال طنطا والموظفين عاد راديو من الالف الى الياء. شكرا لك ابراهيم مرحبا بك. عندي اختي غير سؤال للدكتور. نعم مرحبا. الاستهلاك ديال الشاي عندنا في الصحراء كنستهلكوا الشاي بزاف. اييه. واش هذا الشيء ما كيأثرش على المسنين والاطفال؟ واخا نجاوب على سؤالك. العفو ابراهيم شكرا لك كنتي معنا من طنطان وان شاء الله كنتمنوا عواشر مبروكه لكل المستمعين الكرام فين ما كانوا كذلك الجاليه المغربيه اللي هي مقيمه بالخارج ان شاء الله عواشركم مبروكه وعلاش لا الظروف ممكن تسمح لكم العام المقبل ويكون يعني عيد الاضحى وسط الاهل والاحباب. السؤال ديال فاطمه مع ابراهيم فيما يخص التاثير ديال اتاي على الاطفال هو واحد دكتور عبد الخالق رمنا لذلك لما غنجاوبوا على فاطمه في نفس الوقت غنكونوا كنجاوبوا على ابراهيم. واش عنده شي تاثير الحاله ديال الابن ديال فاطمه قالت يعني الحليب والمشتق ديالو ما كيقدرش ياخذهم نهائيا لانه كيكون تاثير وكيخرجوا لي زافت يعني في الفم ديالو كيف ما شرحت. فهي كياخذ الوليد ولا كتعوض ليه داك الحليب غير باتاي بوحدو. كتسول مع المده واش ممكن ياثر على الصحه وتاع النمو ديالو. وكنسمعوا كذلك الدكتور عبد الخالق رمضاني الناس اللي كيربطوا اتاي والاستهلاك ديالو عند الوليدات بفقد الدم. هنا نبغي نحيد واحد اللبس ديال زعما كنفو اريتي دو ديابوليزي الحليب والمشتقات ديالو يعني نحبسوا هاد الموجه اللي كاينه ضد الحليب والمشتقات ديالو. هو فعلا ملي كيكون دائما ملي كنلاحظ دائما فاش كيكون مثلا واحد الافراط وبطبيعة الحال كيكونوا مشاكل. ولكن فاش كيكون الاستهلاك اللي هو بواحد الشكل اللي هو معقلا واحد معين واحد الكميه اللي هي بحال مثلا المساله ديال اللحوم مثلا ملي اللحوم راه كنحتاجوا ليها بحكم على ان فيها بعض الاحماض الامينيه اللي هي اساسيه واللي كنقدروا ما نلقاوهاش الا في المصادر الحيوانيه بحكم بقدر ما هي تقدر تنفعنا فالا كثرنا منها ولا تجاوزنا واحد المقدار فبطبيعه الحال هناك كنقدروا نتعرضوا لبعض الاعراض الجانبيه ولبعض الاضرار مع الوقت اللي تقدر تكون تصيب الصحه ديالنا. هنا يقدر تكون العلاقه ما بين لي زافت شنو هما يعني واحد العدد كبير ديال المسببات تقدر تكون غير النوعيه ديال اللعاب ديال الفم ما كيديرش هذيك الخدمه ديالو يقدر يحل واحد العدد كبير بطبيعه الحال اون كريمين ميم بعض المرات نقصان في بعض المكونات من قبيل مثلا فيتامين سي اللي كانت ناقصه بواحد الشكل هي كثير كتقدر تعطينا هاد لي زافت ولا بعض النقصان ديال بعض الانواع ديال الفيتامينات فيتامين بي خاصه يعني كاين واحد العدد كبير ديال الاسباب اللي تقدر تسبب لنا فيها. هي فكرت على ان تعوض الحليب والمشتقات ديالو بالشاي. هنا كتبقى مساله ديال الذوق كيف ما ذكرت وما عندها حتى شي علاقه مع التاثيرات ديال الحليب والمشتقات ديالو على الصحه ديال الطفل نتاعها. فهنايا الشاي الشرب ديالو عند الاطفال حتى هو كيخصو يخضع لواحد المقاييس.
حنا اللي كنلاحظوا على ان حنا ولات فينا واحد العاده اللي هي شويه قبيحه، الا وهي مثلا داك المشروب ديال الشاي كنحليه بواحد الشكل اللي هو كثير، يعني السكر بزاف. يعني حنا عندنا اطفال من الاحسن ان حنا نبداو نربيوهم على الاقل، الا ما قدرناش نحيدوا لهم السكر على الاقل نربيوهم على السكر ناقص بزاف. وربما هذاك السكر اللي كيكون زايد فراه هو كيقدر يكون عنده تاثيرات على الصحه ديال الطفل اكثر من كاع الحويجات الاخرين اللي حنا كنقدروا نتسناهم. وربما واحد المره راه انا عطيت واحد الامثله بسيطه على الكميه ديال السكر اللي حنا كناكلوه والقوه ديال حتى ديال الكرويات البيضاء كيفاش كتقدر تتعامل مع حدنا كنطلعوا في السكر ما حدها. وهذه مسائل واخر الاحصائيات اللي كانت على مستوى بلادنا بالفعل كتخلع دكتور عبد الخالق الرمضاني لما كنسمعوا على الاستهلاك ديال اكثر من 30 كيلو غرام الفرد الواحد سنويا ديال السكر في المغرب، يعني رقم كبير بزاف. اللي هي كميه كثيره وكثيره بزاف، كما كنعرفوا فهي من بين الاعراض الجانبيه اللي كتكون عندها ولا الاضرار المباشره على الصحه ديال البشر الانسان اللي كتقدر تكون كبيره بزاف. اذا نحاولوا ان احنا نقصوا من الاستهلاك ديال السكر في الشاي. كيبقى الهاجس خاصه عند الاطفال هو العلاقه ديالو مع كوم دوك لي تانالي فيه دوك بعض المكونات اللي كاينه في الشاي واللي كتقدر تلعب داك الدور ديال الكيلاتو ديال اولا ديال الشيلاتو على حسب المدارس، اللي معنى ان كتحول دون امتصاص ديال العادي ديال الحديد. هنا كتبقى هذه المساله خاصه عند الناس اللي كيعانيو من فقر الدم، او لا عند الناس اللي عندهم الشاي في الطبله في جميع الاطباق مصاحب لجميع الاطباق. فهنا بطبيعه الحال هاد الناس هادو كنصحهم على انهم يبعدوا شويه الاستهلاك ديال الشاي على بعض الاطباق اللي هي اساسيه. بطبيعة الحال من القدر نسميوها كاع من بعض الموانع الاستعمال ديال الشاي ولا ديال استهلاك الشاي عند الناس اللي كيعانيوا من الفقر خاصه الاطفال اللي كيستهلكوا اللي عندهم فقر ديال الدم وكيستهلكوا عندهم ديك العاده ديال استهلاك ديال الشاي والوقت ديال الماكله، ولكن هذا ما كيمنعش على انهم يقدروا يستهلكوه في بعض الاوقات اللي هي بعيده من الماكله، خاصه على ان احنا بنستافدوا من واحد العدد كبير من المكونات اللي احنا ذكرنا منها واحد النسبة قليلة. فيما يخص الأخ إبراهيم فهو فعلا الطقوس ولا العادة ديال شرب الشاي في الأقاليم الجنوبية فهي فعلا واحد العادة اللي هي كبيرة وجميلة والطريقة عندهم مميزة، لا الطريقة ديال التحضير لا الجلسة لا يعني ملي كنهضر على الطقوس هي فعلا باش كتيهي بواحد الشكل اللي هو يكون يعني عندها واحد كتحس براسك راك داخل لواحد المجال الثقافي فيما كتكون هذاك الجلسه كما كنسميوها ديال باش كتيف دائما كتحس براسك انك انسالختي ومشيتي لواحد واحد السفريات ثقافيه حتى ربما واحد في واحد العدد كبير من الاحيان يعني حتى المواضيع اللي كتجبد كتكون عندها واحد البعد في بعض الاحيان تاريخي. الطريقه ديال كما قلنا ديال الاستهلاك فهي ربما في على حساب العلم ديالي فانهم كيكتفيوا يعني بواحد جوج لثلاثه الكيسان بطبيعه الحال كيكونوا ثلاثه المرات، ولكن حتى الكيسان كيكونوا صغار. الاستهلاك ديالهم كيكون واحد تقريبا واحد 3 طاس دو تي في النهار، يعني كيكون عند يلاه كنبقاو في هذيك المنافع اللي حنا ذكرناها على الدماغ، منافع اللي حنا كما بحكم على مضاد الاكسده، اذا ذاك البعد الوقائي على المشاكل ديال القلب والشرايين. ذكرنا واحد كذلك بالنسبه للناس اللي كيكونوا كيعانيوا من المشاكل ديال اضطرابات في الجهاز الهضمي، فكذلك الشاي عنده منافع في هذا الاتجاه. هذا كذلك وهذه تهي معلومة مهمة هو أن الشاي ربما كذلك يعاوننا كذلك كتر من القوة ديال البشرة نتاعنا باش كتقاوم هذوك لي زولترافيولي او لا بعض الاشياء اللي هي نوع من الاشعه الفوق بنفسجيه ديال الشمس. اذا
احنا واحد العدد كبير ديال المنافع، اذا الاطفال ديالنا حتى هما يقدروا يستهلكوا. بطبيعه الحال هنا كتبقى الكيمياء والعلاقه ديالهم مع الوقت اللي احنا الوقت ديال الوجبات هي اللي نحاولوا نتفاداو. واخا راجعين عندك دائما دكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه. احنا كنتكلموا على القهوه واتاي، راجعين لكم فاصل ونعود. القهوه واتاي مواد غنيه بمكونات كتخلي عندها فوائد كثيره، فالاحتواء ديالها على مضادات الاكسده كيخليها كتحمي الجسم من الجذور الحره واللي هي مسؤوله على الشيخوخه المبكره للخلايا، وبالتالي فهي كتحمي الجلد كذلك من التجاعيد وما كتخليهاش تظهر في سن اللي هو مبكر بزاف. هذا بالاضافه لانهم كيلعبوا دور في الحمايه ديال الدماغ والجهاز العصبي من الكثير من المشاكل الصحيه، كينشطوا الذاكره ديال الانسان، وكذلك كيلعبوا دور في تحسين عمل وظيفه الجهاز الهضمي. ولكن باش غادي نستافدوا من كل هذه المكونات فلازم انه التعامل ديالنا سواء مع القهوه ولا اتاي يكون بشكل معقلا، ونحسبوا شحال الكميه اللي كناخذوا طيله اليوم، ومن الاحسن ان استهلاكهم يكون خارج الوجبات. كانت هذه فقط نصيحه. نعاودوا نذكروا المستمعات بالبلوغ ديالك اللي كتبارطاجي فيه هذه المقاطع، شنو سميتو؟ passion de cuisine.overblog.com passion de cuisine.overblog.com ولا يوتيوب كاين امونه مزيونه واحد. امونه مزيونه كاين القناه ديالك او يعني في اليوتيوب نسيت كل الناس اللي بغاو يتواصلوا معنا، فمرحبا بكل اسئلتكم. غادي نمشيو نتواصلوا مع باقي المستمعين الكرام، وهذه المره غادي نتواصلوا مع رشيد معنا على الخط من بوجدور. اهلا بك رشيد. مرحبا بخير. الا سمحتي رشيد اطفي الراديو، بعد عليه وسمعنا من التليفون باش نسمعوا صوتك بشكل واضح. نعم اختي. مرحبا بك رشيد. بارك الله فيك. تفضل. دابا انا واش شفتك يا رشيد؟ واخا شحال في العمر ديالك رشيد؟ دابا 25 سنه. كتدخن؟ لا. واخا وشحال تقريبا السيلاك ديالك في النهار كيكون ديال اتاي؟ شحال في النهار؟ نعم كنشرب 3 لورا في النهار. واخا نجاوبوا على سؤالك ان شاء الله رشيد. شكرا لك كنتي معنا من بوجدور. نمشيو ناخذوا كذلك السؤال ديال منصور معنا على الخط من مكناس. اهلا منصور. نعم صباح الخير، مرحبا بك. نعم الله عليك. بارك الله فيك ويوسك مبروك. علينا وعليك. لك سعد صباحكم ان شاء الله يا رب. وصباحك ان شاء الله منصور. مرحبا بالناس ديال مكناس. اهلا وسهلا. بارك الله فيكم الله يطول عمرك. حاليا دابا ماشي في مكناس بالضبط ولكن مكناس ونيتو صح. واخا في النواحي ديال مكناس. مرحبا منصور اهلا وسهلا. بارك الله فيكم. اشنو هو سؤالك؟ سؤالي هو كان مدمن على القهوه بزاف انا والوالده، والوالده مسنه كتعدت اللاج ديالها واحد المهم عدت 80 ومريضه نيت ومدمنه على القهوه كافي نوار. شحال كتاخذ تقريبا في النهار منصور؟ بالنسبة لي أنا المهم أكثر مرة. والأم ديالك شحال الوالدة؟ لو كانت هي القهوة ما تحيدهاش من حداها كاع، وقاطعة ماشي كافي يعني واحد بحال الثمار، خاص الثمار لما كانت الثمار في الدار ما غاديش. شوف بس. شوف ما نذكروش الماركات رجاء، القهوة القهوة عنوان راه وصل السؤال ديالك. واخا كافي وتكون قاطعة قطران يعني حارة بالمعقول. واخا نجاوبوا على سؤالك منصور، شكرا اللي كنتي معنا من مكناس. غادي نمشيو ناخذوا كذلك ليلى معنا على الخط من بلجيكا، فغناخذوا اكبر عدد ممكن ديال الاتصالات ديال المستمعين الكرام باش ما نخليهمش كيتسناو بزاف. اهلا بك ليلى. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك ليلى. علينا وعليك ان شاء الله. مرحبا بالناس اللي في بلجيكا. على البرنامج انا اختي بغيت نسولك على انا ما كنشربش اتاي وما كنشربش قهوه نهائيا. اييه واش كاين تما شي مشكل من ناحيه يعني ما كنشربش اتاي ولا قهوه؟ واخا باش كتقدري تعوضيهم بالحليب ليلى شنو اللي كتستهلكي بزاف؟ اللي كنشرب بزاف هو اللبن بزاف. اللبن والماء. اللبن والماء هذا هو حتى الغازات ما كنشربهم ولا حاجه اخرى ما كنشربها، عندي شويه بالمعده وهكا بقيت زعما حاسه بالراحه هكا. واخا ليلى ما كتاخذيهمش واش حيت ما تعودتيش على المذاق ديالهم ولا حيت عندك مشكل على مستوى المعده؟ كانت صغري كان عندي مشكل من اتاي وحتى من القهوه على المعده، ونقول لك دابا شي 15 سنه تقريبا كاع 20 سنه ومن ثم بقيت عليها هكاك صافي تعودت على ديك الحاجه صافي ما كان ما يعني من الافضل ما نشربهاش، ولكن دابا ملي سمعت اتاي فيه بزاف ديال المسائل اللي هي زوينه للصحه وداك الشيء قلت كنقول لك ما ياك ما زعما الجسم ديالي محتاج شي حاجه من اتاي وما كيلقاهاش. واخا ليلى نجاوبوا على سؤالك ان شاء الله. شكرا لك كنتي معنا من بلجيكا، وتحيه للجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. غادي نمشيو كذلك ونتواصلوا مع ناديه هذه المره من المانيا. اهلا بك ناديه. صباح الخير. صباح مبارك العواسر. علينا وعليك ناديه. الاخت
اهلا بغيت نغني. عندي واحد التساؤل ديال الاتاي والقهوه. انا ما عمرني ما شربت القهوه، ما كنتش مع القهوه كاع بزاف، مي حتى حملت بالابن ديالي وجاتني لابيتي باش نشرب القهوه. وبغيت نسول الاخ واش ما عنده حتى شي ضرر، لانني ردي دابا عنده عامين يلا فطمتو، انا يلا بحر فطمتو دابا. واش بحال معطل في النمو يعني بمقارنه الاخوات ديالو في السن فاش كان فاش كانوا، يعني حسيت بيه بحال هو صغر من يعني نقص شويه عندي في النمو. واش هذا عنده شي تاثير؟ شربتها في بوندو يعني في الحماله في الرضاعه حتى هي، مي ما كنت نشربش بزاف يعني كنشرب يا دوب كان غير نهرس الحليب يعني في الصباح يعني هكا. واخا نجاوبوا على سؤالك ان شاء الله هنديه. العفو، شكرا يعني. اللي كنتي معنا من المانيا وتحيه الجاليه المغربيه. شكرا متنكلم على الطاقم ومبارك العواشر، وزعما راكم منسينا في هذا في الغربه ويعني شكرا لله. شكرا بزاف. العفو، مرحبا بك ناديه. شكرا لكم الجاليه المغربيه المقيمه في الخارج، كنقول لكم راكم دائما في البال. طيب دكتور عبد الخالق الرمضاني، نبداو بالسؤال ديال المستمع الكريم اللي هو رشيد، تواصل معنا من بوجدور، وكانت هذه النقطه غادي نناقشوها كيف ما شرنا في البدايه ديال الحلقه اليوم. العلاقه ديال القهوه ولا اتاي بالصداع ديال الراس، كنسمعوا على ناس اللي كيقول لك راه عندي صداع في راسي اللي ما كنقدرش نتحمله نهائيا، ودرني راسي لانني ما خديتش القهوه او ما خديتش اتاي اليوم. وقتاش الانسان كيوصل لهذه الحاله؟ هنا 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 كاين جوج الحالات ياك، اما القهوه ولا حتى اتاي. القهوه بحكم على ان فانشير بين قوسين المكون الاساسي اللي فيها اللي هو الكافيين، اللي هي كاريمون ماده فارماكولوجيه يعني ماده اللي هي يعني اكتيف فارماكولوجيك مو اكتيف، معناها انها تقريبا نقدر نقارنوها كما قلنا بحال بحال جميع الادويه. لا كافيين يعني من بين عندها أعراض اللي هي مزيانة كذلك، مثلا للذاكرة، وربما للذاكرة كتخليها فيق بواحد الشكل اللي هو كثير، هو بطبيعة الحال عندها كذلك تأثيرات اللي هي إيجابية على على على, 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 على القلب والشرايين، ولكن بطبيعة الحال أكثر منها فهو يقدر يكون عنده واحد التاثير هنايا بطبيعه الحال اكثر منها. ملي كنوصلوا مثلا كنفوتوا هنا ربما وقيل الجواب ديال الاخ منصور من مكناس. نعم من مكناس. فهنايا ملي كنبداو نفوتوا واحد 6 طاس باغ جوغ ولا بحال هنا هنا بطبيعه الحال كيقدر يبدا عندنا تاثيرات جانبيه ديال القهوه حتى على حتى على النسبه ديال الكوليسترول في الدم. يعني كيديروا واحد الاختلالات في هذا في هذا المشكل هذا. وبطبيعه الحال هنا كناديو الناس ولا بقى عندنا الوقت نعاود واحد الحكايه زوينه ديال التاريخ ديال 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 القهوه والاستهلاك نتاعها عند بعض لي تريبي. اذا تقدر يكون عندها ذاك التاثير وكتسبب لنا واحد الاختلالات اللي هي تقدر تكون عندها تاثيرات سلبيه على الصحه ديالنا. كذلك لا اتاي لا القهوه الاكثار منهم فكيكون قدر يكون عندهم واحد التاثير على لا كاليتي دو سوم، على النوعيه ديال النوم. ذاك الجوده ديال النوم، الجوده ديال النوم ما كينعش مزيان، وخاصه على انه تبين خاصه الكافيين، لانه ملي كنهضروا مثلا تقريبا رخصنا واحد 4 ليطاس ديال اتاي باش ناخذوا واحد الكميه ديال انطاس ديال القهوه من ناحيه الكافيين، المفعول ديال الكافيين هنايا كيقدر الا كثرنا منهم. مثلا هضرت على ليكزومبل ديال 4 5 6 ليطاس دو كافي هنا على حساب الاشخاص. فهنا بطبيعه الحال من بين المواد اللي كينقصوا واحد الامور اللي حنا كنعرفوه بزاف اللي هو الميلاتونين. الميلاتونين اللي هو كعنده علاقه مع الهدوء مع النوم، وعنده كذلك بعض المنافع اخرى. اذا الانسان ممكن كيكون كيولي معصب شويه هنا دكتور عبد الخالق، بطبيعه الحال ملي كنهضروا على الجوده ديال النوم بطبيعه الحال كنهضروا على ديك الاكسيتابيليتي، الانسان كيولي معصب نيرفي يعني كما كنقولوا حنا هاز الشوكه نتاعو. بطبيعه الحال يعني ملي كيكون عنده هاد الاختلالات في هذا الاتجاه هذه بطبيعه الحال كتكون عنده هاد كيكون منبه اكثر من واحد القياس. وسمح لي هنا دكتور عبد الخالق الرمضاني، هنا بالنسبه للقهوه كيف ما كان النوع ديالها سواء كانت خفيفه ولا قاصحه راه بحال بحال التاثير كيكون. هنا نبغي نشير لواحد النقطه اللي هي مزيان اللي حلتيني عليها، هي شحال ما خلينا القهوه في الماء ديالها، شحال ما غلات اكثر، شحال ما كنستخلصوا المكونات ديالها اكثر، وكنمشيو يعني كتكون فيها المكونات اكثر. كنعرف هنا نبغي نفرق ما بين جوج الحوايج، الكافي ايطالي
والكافي امريكان، هادو كنسمعوا بهم. الكافي ايطالي معروف على انه كتكون واحد النسبه قليله ديال القهوه، واحد غير كيطلق واحد شويه المو كيحبسه. بطبيعه الحال كتكون واحد المروره كتكون فيها كتكون قاصحه، ولكن كتكون فيها الكميه ديال الكافيين كتكون اقل من داك الكافي امريكان اللي معروف عليه، لانه كتكون لطاس كبيره وكيكون في واحد الكميه ديال الماء كثيره. علاش؟ لان هذيك الكافي امريكان كنكون خلينا الماء يعني خدا لينا المكونات كلها ديال هذيك الحبيبه ديال القهوه. دونك الا كنا غادي نشربوا مثلا القهوه، انا نفضل ان كافي اللي ديجا طريقه ديال التحضير ديالو انا كنفضل على ندوزو يا اما ديك الماكينه اللي كتكون في المقاهي، يعني كتبقى الطريقه ديال الماء السخون كيدوز على كيدوز على اللي هي العصاره ديال القهوه، ولكن ديك العصاره بالطريقه ديالها ديال الكوكوت اللي معروف عليها لان كتطبخ الكوكوت ديال القهوه، كتطبخ لنا القهوه، فهذيك ماشي 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 منصح بها كثير، اكثر ما هو ماشي صحيه اكثر اكثر من احسن منها الطريقه القديمه اللي كانت ديال الغلاي والماء تاكل طيب كيديروا فيه القهوه كيخليوك تهدأ وكتهدن باش كياخذوا ديك المكونات. كما ذكرنا الكافيين بطبيعه الحال عندها هاد الاعراض هادو اللي النيرفوزيزم، عندها هاد الجوده ديال النوم، عندها كذلك تقدر بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من الارتفاع ديال الضغط الدموي، فهنا بطبيعه الحال على انهم يحتاطوا منها، يعني كتبقى الطريقه ديال التحضير ديالها هي هذه. من الاحسن باش تكون عندها ديك التاثيرات اللي حنا كما ذكرت نافعه على الصحه نتاعها. منصور من مكناس كنسول الام ديالو تقريبا تعدى السن ديالها 80 عام، وقال انه بالعباره اللي قال هو القهوه كنت تلقى ما تحيدهاش من حداها، يعني واش عندها شي تاثير على الصحه ديالو وهي في هذا السن؟ هنا فيما يخص التعامل خاصة مع الناس اللي يكونوا مسنين، فبعض الأحيان كتقدر تكون عندهم بعض العادات اللي كتقدر تبان لنا سيئة، ولكن باش نحيدوها منهم نحيدوهم مثلا بحال غادي نقدروا نتسبوا لهم في اضرار نفسيه اللي تقدر تكون عندها بطبيعه الحال من بعد منها اعراض على الصحه نتاعهم اللي تقدر تكون اكثر، بحكم على انه كان هاد الطريقه ديال الاستهلاك واحد المده واحد السنين، يعني ربما قيل ما بداتش من السن ديال 70 سنه ولا 60 سنه، ربما قيل غادي يكون عندها قصير، فنحاولوا ما امكن ان احنا نخليوها يعني مره نقصوا لها واحد الكميه قليله بلا ما نمشوا ضد اللحيد القهوه اللحيدي هذه، راه كما ذكرت بقدر ما هي عندها تقدر تكون عندها بعض الاحيان بعض الاضرار اللي هي جانبيه، بطبيعه الحال راه عندها واحد العدد كبير ديال الاضرار اللي هي ديال المنافع على الصحه نتاعنا، وربما احنا ذكرنا على القلب الشرايين، ذكرنا على الذاكره، ذكرنا على حتى بالنسبه لذوك الناس اللي كيعانيوا من الوجع ديال الحرق ديال الراس، فهنا كيف ما ذكرت فهنا كاين جوج الاسباب، يعني جوج الحوايج، يا اما هنا كتقدر تولي حاله كاريمون ديال الادمان، يعني ديال لا ديبوندونس، وهنا في هذه الحاله هذه بطبيعه الحال كيخصنا نتبعوا يعني نشوفوا مع مختص باش نحاولوا نتفاداو، لان اي حاجه كنولي فيها ديك لا ديبوندونس كنولي فيها كنوليو حنا يعني الا ما درناهاش كنحسوا بواحد الحاجه ماشي هي هذيك، اذا في هذه الحاله ضروري ان حنا نديروا واحد المجهود باش نقصوا منها بشويه بواحد التدريج باش نحاولوا ما يبقاش عندنا هذا المشكل هذا. كذلك ف لو تي او لي بوليفينول لي تانان اللي فيه لا كافيين، هادو معروف عليهم على انهم من بين الحوايج اللي كيديروا انفاسو كونستركسيون، بمعنى كيشدوا دوك العروق اللي كاين عندنا في الدماغ ديالنا وكيقلصهم، وبالتالي كيعاونونا باش كنحاربوا لي كلكو كريز بعض النوبات ديال الميغرين اولا ديال الشقيق. يعني هنا واش هذاك الانسان كيجي هذاك حريق الراس حينت هو ميغرينو، معنى انه انسان اللي في كتجيه الشقيقه، وربما هنا وقيله خاصو نوكات يعني باش نبحثوا اشنو هو السبب، واش هي الشقيقه ولا شي مشكل اخر، اولا كيجي داك الحريق حينت هو ولا فيه واحد الادمان ولا ديبوندون لهذاك الاستهلاك ديال داك الشاي ولا ديال داك القهوه. نعم، حنا راجعين دائما معك دكتور عبد الخالق الرمداني، وراجعين باش نجاوبوا على السؤال ديال ليلى اللي قالت ما كتستهلكش نهائيا اتاي والقهوه، واش الجسم ديالها محتاج لشي مكونات اللي كاين فيهم. غادي نجاوبوا على السؤال ديال ناديه كذلك اللي كانت معنا من المانيا، واش كاين شي تاثير على القهوه بالنسبه للنساء اللي كياخذوها في الفتره ديال الحمل. حنا راجعين لكم فاصل ونعود نواصل.
خذ راحتك. ورجعنا عالم غاديو، دائما الاذاعه القريبه منكم اليوم مع الدكتور عبد الخالق الرمضاني اللي هو اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه. دكتور الرمضاني، كنا توقف نفس السؤال ديال ليلى اللي قالت انها ما كتاخذش اتاي والقهوه نهائيا، كيف ما شرحت عندها مشكل على مستوى المعده ديالها، كتاخذ فقط الحليب مع الماء، وكتسول واش الجسم ديالها ممكن يكون محتاج لشي مكونات اللي ضروريين وكاينين في اتاي مع القهوه. لا، هي احنا ذكرنا على المنافع ديال الشاي، ذكرنا على المنافع ديال القهوه، ذكرنا كذلك على بعض الاعراض الجانبيه اللي يقدر تسبب لها الشاي، يقدر بعض الاعراض الجانبيه اللي يقدر تسبب لنا فيها القهوه. يعني انسان اللي ما كيستهلكمش، يعني ما عندوش واحد، يعني يا با اوبليغاسيون، الناس ما محتاجينش ضروري على انهم يستهلكوا. فاحنا ذكرنا ان احنا بزاف الحوايج المنافع اللي كنقدروا نلقاوهم في الشاي، كنقدروا نلقاوهم في القهوه، نقدروا نلقاوهم في واحد المكونات اخرى. نقدروا نلقاوهم مثلا كاين لا فيتامين سي، كاين لا فيتامين او، كاين واحد العدد كبير ديال الفيتامينات الاخرين، وهذو كاين عندهم مصادر اخرى. وكاين كذلك ملي كنهضروا على لو هكا، راه ما كنلقاوش عارف في الشاي ولا في القهوة، راه كاين حتى بعض المكونات اللي هي طبيعية أخرى اللي فيها نفس المكونات واللي حنا كنستهلكوها، مثلا من قبل مثلا نشتيو عر النعناع مثلا، ولا بعض الأعشاب الأخرى اللي حنا معروف علينا، كذلك كاين في بعض الخضر. يعني ماشي بالضروري على ان احنا نستهلكوا وحده من هاد الجوج باش نستافدوا من هاد المكونات هذه. المساله اللي بغيت نشير ليها، اللي نبغي نضيفها، هي فيما يخص الاخت اللي ذكرت على الحمل. نعم، اللي هي ناديه من المانيا. نعم. فهنايا في واحد، ربما هنايا بالنسبه للقهوه والاستهلاك ديالها كثير، فهو بطبيعه الحال كيقدر بعض المرات يتسبب لنا في مشاكل عند المراه الحامل وحتى على الجنين ديالها، خاصة عند السيدات اللي يكون عندهم واحد الإدمان كثير على القهوة، اللي كيفوت واحد لي دو طاس باغ جور. هنايا كننصحهم على أنهم يكون واحد الإقلاع، ينقصوا منها، خاصة إلا كان منها كان عندهم منها إدمان، لأن كيف ما ذكرنا الإدمان قبيلة، يعني لو ميكانيزم ديالهم باش نفهموه. فكيف ما ذكرت على أن كيف ما الكافيين يعني كتدير لي ديك الفازو كونستريكسيون، كتخلي دوك يتقلص داك لو ديامتر ولا ديك الوسط ديال العروق ديال الدماغ، وبالتالي كنحاربوا به شويه ديك المشكل ديال حريق الراس ولا ديال صداع الراس ولا ديال الشقيقه. فكذلك ملي كيكون الانسان مولف به، يعني كاين واحد الاستهلاك اللي هو كثير، فان فوا كيحبسوا اشنو كيوقع؟ كيوقع واحد الديلاتاسيون، يعني من ذوك العروق كيترخاو، وبالتالي كيبدا عندنا الحريق ديال الراس، اللي هو من بين اول الحوايج اللي كيكون عندنا هاد الناس اللي كيكون عندهم هاد لا ديبوندونس. بطبيعه الحال كيكون متابعينها حوايج اخرين، كتقدر تكون شويه ديال لاجيتاسيون، من ان الانسان كيكون متوتر، كيكون معصب، يعني كيحس بلا راه شي حاجه ناقصه. وفي واحد العدد كبير من الدراسات يعني كان تصنيف، يعني ملي كنهضروا على الادمان على الديبوندونس، فراه كاين كيف ما كاين لا نيكوتين تابعها الكافيين. يعني وكان هذا هو سؤالي هنا دكتور عبد الخالق الرمضاني، يعني عند المدخن، عند الناس اللي كيكميو، فدائما كنشوفوا ذاك الارتباط ديال مثلا ذاك الفتره ديال التدخين مع قهوه ولا اتاي حداه، هنا التاثير كيفاش كيكون؟ هنا التأثير بطبيعة الحال كيكون سلبي بزاف، كيكون سلبي بزاف، خاصة على ان احنا ملي كنهضروا كنكون واحد الاستهلاك كبير، مثلا هضرنا على الكافيين وهضرنا على التأثيرات ديالها، نساو دابا التأثيرات ديالها النافعة، ندوزو شوية للتأثيرات ديالها السلبية. فذكرت المشكل ديال الكوليسترول، كذلك كاين واحد القضية اللي هي ذاك لاختيغ اوغت، واحد العرق اللي عندنا كبير في الذات ديالنا، اللي هو العرق الأساسي اللي كيخرج من القلب، فمعروف عليه لأنه كيكون بعض المرات كيولي ريجيد منك قصاح مع الاستهلاك الكثير ديال القهوه، وهذه خاصه عند الناس اللي كيكون استهلاك ديال هاد جوج المواد هذه اللي هما التدخين والقهوه. وبالتالي فهم كتكون عندهم واحد كيجمعوا التاثيرات السلبيه ديال جوج الحوايج وكيعطيوها الذات ديالهم. بطبيعه الحال هنايا داكشي علاش كننصحوا دائما على التدخين مضر بالصحه ويجب الاقلاع عنه. واخا المساله ديال كذلك، حنا في العاده ديالنا المغربيه، ونرجعوا الاتاي ديالنا على الطريقه المغربيه، دائما اتاي مخلط مع النعناع.
داك. هنا جوج الحوايج اللي ما كيتعرضوش وكيف ما كنقولها دائما، فهما جوج مكونات اللي هم فيهم واحد العدد كبير ديال المكونات ديال المنسجمات كنستافدوا من خاصه ملي كنديروا بالطريقه اللي حنا كما ذكرنا انفيزيون معنا نشحر كنشدوا هذاك النعناع وكنشاي اللي هما جوج الاعشاب الطبيه اللي عندهم واحد العدد كبير ديال المنافع، اللي ذكرنا المنافع ديالهم اللي عندهم على الجهاز الهضمي، ذكرنا على المنافع اللي عندهم على الجهاز الهضمي التنفسي كذلك على 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 على, على النفسيه ديال الانسان بحكم لانهم فيهم واحد العدد كبير ديال المواد مهدئه، يعني واحد العدد كبير ديال المنافع اللي هما كيمشيو ان بون سينيرجي. هنا بطبيعه الحال دائما كنبغي نشير ليها اللي هي كذلك بالنسبه للناس اللي عندهم السعر او القرحه ديال المعده، فهنا مزيان على انهم يفكروا على انهم يكون واحد الاقلاع على استهلاك لا ديال القهوه لا ديال الشاي لا ديال المشروبات ديال لا حتى ديال النعناع بحكم لانه يقدر كيزيد من النسبه ديال الحموضه ديال في المعده، واللي احنا عارفين العلاقه ديالها مع لا فيزيوباتوجيني يعني التكوين والنمو ديال هاد المشكل الصحي. اذا هذه معلومه غتفيد المستمعه الكريمه ليلى اللي كانت تواصلت معنا وقالت عندنا مشكل ديال المعده. كاين واحد نقطه اخرى دكتور عبد الخالق الرمضاني كتسول عليها اكرام من الرشيديه، كتقول كنسمع بزاف على ان الاستهلاك المفرط ديال الاتاي كيؤدي لفقر الدم، هذه المعلومه واش صحيحه ولا لا؟ وانا سؤالي لك دكتور عبد الخالق الرمضاني لان وصلنا للختام ديال الحلقه اليوم، بالنسبه لدوك الساشيات ديال اتاي والاكياس ديال الشاي اللي كذلك اصبحنا كنشوفهم اليوم كاينين ماركات اللي هي مختلفه وموجودين في كل الاسواق، الفوائد اللي فيهم واش نفسها اللي كاينه في اتاي حبوب؟ هي بطبيعه الحال هنا ملي كنهضروا على الشاي كنهضروا على الشاي اللي بواحد لا كاليتي اللي هي مزيانه. هنا نبغي نشير لواحد هذوك لي لي زاروماتيزي معنى بعض الزيوت اللي بعض المنكهات اللي كتقدر تكون اتاي بالخوخ هذا بالحامض. هنا كنبغي نتساءل على المصدر ديال ديك المنكهات ولا ديك لي زاروماتيزون، واش هي طبيعيه واش يعني هنا فين كنبغي التساؤل يكون. اذا كانت منكهات طبيعيه بحال بعض المرات كاين واحد المشروب اللي هو مزيان اللي هو الشاي، ولكن الشاي الاخضر اللي هو مع مثلا مع مع مع, مع, مع الزهر او لا مع لي فلور دورونجي، نعم مع طريفات ديال الحامض اللي هنا نايب المرات كتكون منكهات اللي كتكون قدر تكون عندها، وربما يكون عندنا اتساع في الحلقه المقبله باش نتشيروا فيها مزيان المنافع ديالها. فيما يخص الشاي وفقر الدم، فهنا من الاحسن كننصح الناس اللي عندهم الشاي عندهم فقر الدم انهم يكون واحد الاقلاع على الشرب ديال الشاي خاصه في الوقت ديال الوجبات اللي هي مهمه. ما فيها باس إذا كانت مثلا الإنسان مثلا احتاج واحد الكاس ديال أتاي ولا شي حاجة، على الأقل يكون بعيد مع الوجبات المهمة اللي هي كتكون مصدر ديال واحد العدد كبير ديال المكونات اللي منها الحديد، واللي كيف ما ذكرت قبيلة فالشاي بلا ما نقولوا الطرق حيت كاينة بعض الطرق اللي هي من قبيل دير في واحد القطيرة ديال الحليب ولا شي حاجة بحال هكا باش نقص شوية من هذوك لي طعم الكمية ديال هذوك لي طعم، ولكن احنا غير كأساس يكون خارج الوجبات خاصة مثلا في هذه الوجبه مثلا ديال عيد الاضحى اللي كيكون مثلا، ولا حتى في الايام العاديه فمثلا بحال دابا اللحم حتى هو مصدر مزيان ديال الحديد كيف ما كنعرفوا، كاين كذلك مكونات اخرى اللي ثنايا خضر اولا ديليجيومينوز اللي كتقدر تكون كذلك مصدر مزيان ديال الحديد، فنتفاداو ان احنا نستهلكوا معها الشاي. شكرا لك دكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه مره اخرى، وعشرك مبروك وان شاء الله كل عام وانتم بخير. احنا وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، ان شاء الله موعد جديد مع موضوع جديد كيهم الصحة والسلامة ديالكم في الحلقة ديال غدا. لكم أطيب وأرق تحية من عفاف ماجد كانت معكم وراء الميكروفون، صابر فوندا رافقني في الإخراج، وسميحة كانت في استقبال مكالماتكم. كل عام وأنتم بألف ألف خير، إلى اللقاء.